صورة في سبعينيات القرن الماضي، يظهر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وذلك أثناء حرب ظفار، ويظهر خلف جلالته والي ظفار آنذاك الشيخ بريك بن حمود الغافري متحدثا للعقيد ركن بحري سالم بن عبيد العبري المرافق العسكري للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور. صورة نادرة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور إبان إحدى الجولات السلطانية السامية في ربوع الوطن العزيز، وذلك في منتصف سبعينيات القرن الماضي، قائدا مركبته ويتابع مسيرة البناء والتنمية في أرجاء الولايات، وبمعيته المرافق العسكري سالم بن بشر الحضرمي. ومن الصور الجميلة والنادرة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، وذلك إبان إحدى الجولات السلطانية في ربوع الوطن أواخر سبعينيات القرن الماضي، ويظهر بمعيته في الصورة من اليمين معالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ومعالي السيد حمد بن حمود البوسعيدي، يرافقهم في الخلف العميد متقاعد سالم بن بشر الحضرمي والمقدم ركن علي بن عبيد العبري وعدد من المرافقين العسكريين والمدنيين. ومن الصور النادرة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك خلال زيارته التفقدية إلى جندرمة عمان في ولاية خصب بمحافظة مسندم عام 1977. يظهر على يمين السلطان العقيد ركن راشد بن مسعود العلياني أول قائد لكتيبة ساحل عمان، ومن الخلف الفريق علي بن ماجد المعمري وعدد من قادة الكتيبة. يظهر في هذه الصورة النادرة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور القائد الأعلى للقوات المسلحة والملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال رعايته المناورات العسكرية التي قامت بها قوات السلطان المسلحة في منتصف سبعينيات القرن الماضي. ولا يخفى على أحد الدور التاريخي والمواقف المشرفة التي لا ينساها أبناء عمان للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك أثناء حرب ظفار وغيرها من المواقف البطولية. صورة جميلة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور يستمع لحديث عمه صاحب السمو السيد فهر بن تيمور آل سعيد، وذلك في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وللسيد فهر بن تيمور إسهامات كبيرة في نهضة عمان المباركة، حيث ساهم في بناء قوات السلطان المسلحة. يظهر في هذه الصورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك خلال زيارته إلى كتيبة الصحراء في عام 1976. ويظهر السلطان قابوس في حالة استعداد لرمي الأهداف التي وضعت له في ميدان الرماية. يظهر في هذه الصورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وذلك خلال رعايته السامية اللقاء الرياضي الكبير في قوات السلطان المسلحة، وذلك عام 1976. ويظهر السلطان قابوس مسلما الكأس لأحد الجنود البواسل، ويظهر خلف جلالته اللواء عبد الله بن علي النبري. يظهر في هذه الصورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور يقوم بزيارة لمقر قوة السلطان الخاصة بنيابة زيك بمحافظة ظفار، وذلك في نهاية السبعينيات القرن الماضي. ويظهر في الصورة برفقته قائد القوة الخاصة آنذاك العقيد براون وهو بريطاني الجنسية، ونائب قوة السلطان الخاصة المقدم محمد سعيد محاد قطن. صورة جميلة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وذلك خلال زيارته إلى محافظة مسندم في عام 1977. يرافقه الفريق أول متقاعد علي بن ماجد المعمري، وألقى خلال زيارته خطابا لجندرمة عمان بخصب. صورة في سبعينيات القرن الماضي للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وذلك إبان إحدى الجولات السلطانية في ربوع الوطن، حيث يبدو مكرما العميد متقاعد سالم بن بشر الحضرمي المرافق العسكري لجلالته حينذاك. صورة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور في سبعينيات القرن الماضي وهو يتابع عن كثب الخطط والرؤى المستقبلية لعمان بمعيته الفريق أول متقاعد علي بن ماجد المعمري والمرافق العسكري سالم بن بشر الحضرمي،
ويظهر من الخلف اللواء حمود بن حميد البادي وعدد من المسؤولين. صورة جميلة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، وذلك إبان افتتاحه لمطار السيب الدولي في 23 ديسمبر عام 1973، وبمعيته السيد سالم بن ناصر البوسعيدي مدير عام الطيران المدني حينذاك. ويظهر في الخلف المقدم سعيد بن سالم الوهيبي، أول مرافق عسكري للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور. صورة جميلة ونادرة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، وذلك خلال زيارته لحقلي أمل ومرمول بمحافظة ظفار في إبريل من عام 1978. ويظهر بجانبه السيد محمد بن أحمد البوسعيدي. يظهر في هذه الصورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور متحدثا مع السيد محمد بن أحمد البوسعيدي مستشار السلطان قابوس للشؤون الدينية والتاريخية، وذلك في أواخر سبعينيات القرن الماضي. يظهر من الخلف اللواء متقاعد حمود بن حميد البادي، والمرافقان العسكريان العميد متقاعد سالم بن بشر الحضرمي، والمقدم ركن متقاعد علي بن عبيد العبري. يظهر في هذه الصورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور مصافحا العميد متقاعد يوسف بن خلفان البوسعيدي قائد السرية الخاصة بالحرس السلطاني العماني حينذاك، وكان برتبة رائد. ويظهر في الصورة اللواء متقاعد علي بن راشد الكلباني، وكان ذلك بمناسبة إقامة حفل للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال زيارته للسلطنة في سبعينيات القرن الماضي.